تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ياسر ابراهيم بيرد رد قوي وموجع ليه بشير التبعي، اللي بشير لما طلع مع مهيب عبد الهادي قال ان ياسر ابراهيم فيه وفيه وفيه ولا يصلح وما ينفعش، وايه اداؤه وايه دوره وما بيلعبش دولي، لا 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 انا معترض، لا انا مش معاه، لا لازم يبدا مش عارف مين، لا ده ما ينزلش خالص، لا ده. واذا بياسر ابراهيم بيرد عليه رد قوي جدا جدا جدا. ياسر ابراهيم حط صوابعه الاثنين في عينين بشير التبعي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الاول بشير التبعي قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان اقول لكم رد ياسر ابراهيم كان ايه على بشير التبعي وكل من هو يعني على شاكلة بشير التبعي. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تتابعني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف بشير ابو سته ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. تمام. لكن انت في لعيب يعني انا انت لو جيت سالتني على خط مثلا دفاع اقول لك مثلا انا شايف ياسر ابراهيم في مباراه زي دي لازم ياخد. ليه؟ عندك في الكور الثابته اللي بتبقى علينا، لا هم انا اتفرجت عليهم جامدين وعايزين حد في الحته دي كويس قوي، وبرضه في الحته اللي قدام يلعب مكان مين؟ مكان عبد المنعم ولا لا؟ طبعا لا يا كابتن، انا دي وجهه نظر. لا لا كابتن ياسر، يعني معلش مع احترامي كابتن ياسر، يعني كابتن ياسر ابراهيم اختلفوا. لا لا مش اختلف كابتن ياسر ابراهيم، يعني قولي كده اخر ماتش دولي ليه كان امتى؟ خلي بالك عشان احطه في تشكيله زي دي. محمد عبد المنعم يعني بغض النظر ان هو الاداء متذبذب شويه في الدوري، لكن ده الراجل مكسر الدنيا. معلش بس خلي بالك اول مباراه دوليه لعبد المنعم في كاس، وخلاص انا مش هغامر يا كابتن بقى خلاص. وياسر ابراهيم محتاج اللي انا اقول ماتش الدوري امتى؟ الماتشات اللي بلعبها في بطوله افريقيا دي كلها، دي مش ماتشات برضه. انا بلعب منتخب السنغال، انا ما بلعبش في بطوله افريقيا يا جماعه. لا طب خلاص دي وجهه نظر كابتن ياسر. ماشي كابتن ياسر دي وجهه نظر. انا بقول لك ياسر ابراهيم في مباراه زي دي سواء في الكور اللي لينا في الدفاع واللي علينا هنقدر استفاد. انا دي وجهه نظري بس. أنا مش عايز خلاص دلوقتي. احنا بعد الفاصل ممكن نشوف كل واحد التشكيل الامثل ليه. تمام. ودي برضو احنا دلوقتي كلنا ورا كروش. اكيد طب احنا ورا المصلحه العامه. المصلحه العامه عايزين، المصلحه عايزين، لو في حتى نلفت النظر. لكن اكيد هو راجل قافل وهو عارف، هو مدير فني ومعاه جهاز فني وعارفين هم بيعملوا ايه. لكن مش احنا عندنا امل وعندنا طموح، عايزين الافضل لمنتخب مصر، عايزين الافضل لمصر كلها ان شاء الله. يوم الجمعه ان شاء الله ان احنا تكون نتيجه ايجابيه لينا، تريحنا مرضيه، تريحنا صح، تريحك هناك، تبقى قطعت نص الطريق تدينا دافع، تدينا حافز ان شاء الله باذن الله. زي ما حضراتكم سمعتوا كده بشير التبعي، عمرك يا فندم فاكرين الاستاذ محمود مخيون في مسلسل البرنس قال لك مفيش زملكاوي بيفهم؟ ودي فعلا مقوله حقيقيه. هات لي اي زملكاوي خلقه ربنا موجود على الساحه الرياضيه بيفهم، هتقولي اسم واحد بس، هتقولي اسم واحد بس. هتقولي ميدو؟ لا ميدو بيفهم في حاجات وحاجات لا، يعني بيفهم كلمة بيفهم ده مصطلح شامل وكامل، يعني عقله في كورة، بيعرف يتكلم، بيعرف يقول، ما بيطبلش، ما بيهيصش، ما بيهجصش. هتلاقي مثلا بعض الحاجات بتقع منهم كده صحيحة، ولكن بشكل كامل وشامل ومضمون ان هو بيفهم كورة مش هتلاقي. ومن ضمنهم بشير التبعي. بشير التبعي طالع بيقول ان ياسر ابراهيم لا يصلح للمنتخب. قول لي كده المباراه الدوليه اللي لعبها. طب ما انت عندك لعيبه كتير ما لعبتش دولي، انت عندك لعيبه كتير خارج الفورمه وبتروح المنتخب ربنا بيكرمها وبيتالق. ولكن ياسر ابراهيم رد موجع على بشير التبعي، بس رده ما كانش بالكلام، رده كان باللعب في الملعب. ازاي ياسر ابراهيم ضرب بشير التبعي على قفاه باداء رائع ورجولي ويستحق عليه الاشاده من كل الجماهير المصريه، زملكاوي قبل اهلاوي، اسماعيلاوي قبل اهلاوي، مصراوي قبل اهلاوي، اي حد ما بيحبش النادي الاهلي هيقول لك ياسر ابراهيم كان رجوله وكان نجم المباراه امبارح. ده طلع كذا كره كانت اهداف، كور يعني اللاعب كان يبقى خلاص هيشوط الكوره خلاص هيشمع في ابو جبل، عفوا في الشناوي، والشناوي يعني في السكس ياردة، ويروح ياسر ابراهيم بفدائيه وبروح عاليه بيطلع كره من على اقدام
مهاجمي السنغال، يعني لولا ستر ربنا ثم ياسر ابراهيم كان زمان منتخب مصر شايل له 3 مستريح. فاللي انا عايز اقوله يا كابتن بشير، لا تتسرع في الحكم على الاشياء قبل او قبل ما تشوف او تشاهد المردود ايجابي او السلبي لهذا الشخص. اتفرج عليه وهو بيلعب بعد ما تنتهي المباراه، تعال اقول ده عمل 1 2 3، انما تكسر مقاديف الراجل وتقول على ايه يروح وما يروحش مش عيب يا اخي. ده انت لو انت كنت لاعب بعد ماتش 6 وبيبو يعني حطك في جيبه زي ما بيقولوا بلغه الكوره، كنت ما تلعبش تاني وما تتكلمش تاني يا راجل. ده انت ده لغايه دلوقتي الناس بتتغنى بيك. شوف المباراه من 20 سنه، من 20 سنه والناس بتتغنى بيبو وبشيربو بالجول. طالع كمان بتتكلم على لاعب مدافع راجل اخلاق محترم مؤدب ما بيغلطش في حد ما بيجيبش سر الحد ما بيطلعش يهلل، عنده صفحه فيسبوك بيطلع يهاجم حد. الراجل بيلعب في الملعب ورد عليك في الملعب، ازاي انت تكون عندك افلاس كروي وواحد يعني من غير ما يتكلم ورد عليك وافحمك؟ انا بتمنى المباراه اللي جايه او اللقاء اللي جاي مع مهيب يفكروا بالكلام اللي قاله على ياسر ابراهيم ويقول له ها رايك، ويطلع يعتذر ويقول ان هو كان غلطان. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفني اول مره تتابعني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه و10. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم. طول ماشي رضا شحاته طالع له بلال وطالع له بيبو يحطها لبيبو واحد لواحد بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول. لكن ياخدها في السكه على طول ماشي رضا شحاته طالع له بلال وطالع له بيبو يحطها لبيبو واحد لواحد بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول بيبو بشير بيبو جول.